لما نتكلم على الموضوع اللي هو بالعنوان الرئيسي اللي ذكرناه، نجي نشوف ميزانية المنزل. في ناس أصلاً ما وضعين ميزانية، يعني ماشي كده زي ما تجي تجي، المهم بيجي الصباح وبيجي المساء والناس بتاكل وبتشرب، يعني ما في ميزانية ممكن تكون واضحة. ده الغالب في بلدنا. أيوة. زي ما تجي تجي. فكلمنا عن أهمية إنه أصلاً يكون في ميزانية للبيت يعني. طيب. بغض النظر عن دخلك إذا كان يومي أسبوعي أو شهري، هي أكبر مشكلة إنه نحن في حياتنا التخطيط موارد، ما قاعدين نخطط، نحن شغالين بنظام عقلها وتوكل بس. لكن عقلها أعقل شيء أحكمه، ما قالوا كده هي بالفوضى. يعني نحن المفروض دائما يكون عندنا تخطيط مسبق لكل شيء. يقول لك ماشي بالبركة يعني. ما هو دي واحدة من مشاكلنا، إنه دائما نفاجأ بالأشياء لانه ما في خطط واضحه، ما قاعدين نضع التخطيط في حياتنا. يعني انا دائما من خلال الحلقات السابقه بنتكلم عن كثير انه بنفاجئ باخطائنا لانه ما في خطط واضحه. رمضان بيجينا فجاه والعيد فجاه وكل شيء فجاه لانه الخطه ما مرسومه بالشكل السليم. اي زول بيخطط حياته، يعني نحن مثلا لا 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 الحياه المنزليه، يعني انا عارف انا عندي الاسبوع فيه 6 7 يوم، انا مفروض كل يوم عندي كم وجبه، مفروض اكل شنو عدد افراد. هل نحن قاعدين نضع جدول اصلا؟ يعني نحن نشوف في الدول اللي نحن درسنا فيها الناس بيخطوا جدول كده انه الاسبوع حياكلوا فيه شنو، الفطور الغداء العشاء، بيقوموا بيحسبوا انه الاسبوع ده حيجيبوا المواد شنو، عشان ويزول عارف في جدول الليل وجبات شنو معروفه برضي حاجات البيت كلها. يعني انت وجبتك اللي بتحبها بتلقاها داخل الاسبوع ده. فنحن المشكله الكبيره نحن بنصحى من الصباح ونقول يا الله الليل ناكلهم شنو. احيانا كمان دكتور معاذ، ده لدول ممكن تكون هي متقدمه، وضع الاقتصادي متقدم، نحن مرات الخيارات تكون كثيره. ما هي ما دايره لا وضع اقتصادي، هي دايره خطه. اول حاجه انت لو بتعرف انك انت هتعمل شنو ما بتدعم، ما بترهق نفسك، ما الاستريس بيجي من وين؟ الضغط النفسي بيجي من سوء التخطيط، انك تصحى وانت مش ما عندك، انت ما عارف اصلا عايز تعمل شنو. انت لو كنت عارف انت بتكون مرتاح معنويا، عارف بكره الصباح انا حقوم اعمل 1 2 3. انا في حلقه سابقه يمكن انا قلت احنا بناكل باستشاره الجيران، بقول لهم يلا الليل اكلهم شنو، اقول لك اعمل ليون مش كده بل بحصل فعلا، بقول لك لحد الان ما عملت الغداء اعمل شنو. ايوه اعمل شنو، قوم الجيران يدوك الارشادات المطلوبه يعني. لكن ما في تخطيط واضح عشان احنا نقدر نبني عليه، والميزانيه حتى يعني لو قال لي نحن عندنا السبت والحد والاثنين حنفطر وحنتغدى وحنتعشى، المواد اللي حنحتاجها 1 2 3، انا بقدر احسب وبقدر بعد ذاك اخذ في الاولويه الاهم ثم الاقل اهميه. لكن لانه ما عارفين انت بتشتغل، ما عارف هو ذاته الاهم ولا ده الاقل اهميه، بتلقى نفسك مورط. طيب ما كان تكلموني بدل كان اجيب ده ما كان جبت ده. ايوه مش كده؟ طبعا الحكايه توسعت اكبر يا دكتور معاذ، وبقت جروبات هي في الفيس، بقى فيها استشاره تقريبا، في جروب عديد اسمه الليله الغدا شنو حاجه زي كده يعني. فالواحده بتدخل انها هي مجهزه شنو كم صحن، وكل واحده بتقول هي مجهزه شنو يعني. هل هي دي للعرض ولا الشو ولا للتخطيط؟ في جزء ممكن يكون شو فعلا. ما هي دي الكارثه الكبرى، نحن ما دارين الشو، نحن دارين الشو يعني. مثلا انا موظف او حتى كنت تاجر، انا بحسب انه انا في الشهر بصرف كم. طيب انا الشهر ده دخلي كده، حوزعه كيف؟ مرتبي كده، المفروض وجباتي تكون شكلها كيف؟ اوزعها كيف؟ يعني ما دارين بوبار، انا دارين واقع. اول حاجه محسوبه فيه القيمه الغذائيه عشان كمان ما يحصل لي سوء تغذيه وادفع قروش دواء. احنا كثيرين يقول لك مشي مشي، في النهايه بيجوا يدفعوا علاجات. صحيح، مع مرور الزمن صحيح. بعدين احنا ما ناكل بالكميه، ناكل بالنوعيه لاحتياجنا. انا ما عندي طلبه في البيت، عندي زول عامل بيمشي الشغل. طيب هل نحن قاعدين نحسب القيمة الغذائية ولا بنحسب الكميات؟ نحن حاسة لو خدتين أكل قطعة كده وقطعة يقول لك ده أكل خواجات. أكل ده ما بشبع. أنا كلمة خواجات دي قاعد تدعبني جدا، لما ننظم الوقت يقول لك حركات خواجات، لما ننظم الأكل. طيب معناتها نحن فوضية يعني، هم المرتبين يعني، ولا نحن بنقول كده ليه؟ ما نحن ممكن نحسب القيمة الغذائية، المزالة ما كميات، المزالة نوعيات. يقول لك يا أخي بس يملوا بطونه. حيتملى لهم بطونه. بتحصل. ودي الخطورة. الحاجة الثانية غير التخطيط، الاتفاق. البيت ده ما شراكة، انت هسه تكلمت عن حواء وآدم، وانت دايما يا رشا قاعد تجيب لنا الفتن يعني. دي ما مشكلة اللي يدير البيت فينو، لسه الفتن جاية، ما قلنا حاجة لسه. اللي يدير البيت فينو هي دي ذاتها مشكلة، لكن انا بفتكر انها هي شراكة. اي زول بيلعب فيها دور يعني الشراكة شنو؟
انه انت دورك شنو وانا دوري شنو. المساله مش انت مفروض تشيل كل المصروف ولا لا، اي زول عنده دور في الشراكه ده زي ما انت قلتي، هو بيجيب الدخل وهي بعد ذاك ادرى بالاحتياجات. يعني الراجل داخل البيت ما حيكون عارف البهارات الناقصه شنو يعني، لانه هو ما يقعد يطبخ يوميا. نحن حنجيب بالتفصيل، حنجي للاحتياجات اليوميه وحنجي لتنظيمها، أيوة، وكل التفاصيل دي. لكن حتى